مرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صيني المال والأعمال. أنا بين لي وأهيكم من بكين. يعاد عيد الربيع من أهم أعياد للصينيين، ويعود ناس من أنحاء الصين داخليا وخارجيا إلى مسقط رأسهم لما شمل أسرتهم ولتناول الوجبة العشية. وأيضا يشهد العيد ارتفاعا في استهلاك مثل المأكولات والمطاعم والمواصلات والسياحة وإلى آخره. وفي حلقتنا اليوم سنسلط الضوء على اقتصاد الأعياد، وسنناقش هذا الموضوع مع السيد عرفات حرحاشة رئيس منتدى رجال الأعمال العربي في الصين، ولي باي الأستاذة بجامعة اللغات الأجنبية بتاليان، ومرتدى قيس كاظم شاب في مجال ريادة الأعمال. مرحبا بكم سيد عرفات. أهلا وسهلا بك. أهلا، وأيضا نرحب بأستاذ لي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. مرحبا بكم سيدة مرتدى. أهلا وسهلا. مرحبا بك وأهلا بضيفيك الكريمين. أهلا. وقبل حديثنا مع ضيوفنا اليوم لنتابع تقرير تالي. أولا، الذهاب جنوبا لتجنب البرد، والذهاب شمالا لمشاهدة الجليد والثلج. يعتبر موضوع السفر الأكثر شعبية خلال عطلة عيد الربيع لهذا العام. أظهرت الإحصاءات من منصات السفر عبر الإنترنت أنه خلال عيد الربيع هذا العام وصل حجم البحث عن عطلة في سانيا وهايكو وأماكن أخرى إلى مستوى جديد، كما استمرت شعبية السياحة في هاربين وموخاي ويانجي وأماكن أخرى في الارتفاع، حيث شهدت سوق السياحة حجوزات كثيرة، حتى أن تذاكر بعض الطرق الشعبية مباعة بالكامل. 游客呢比较青睐于海滨啊，包括温暖的一些城市，像三亚就目前备受欢迎。年轻人，包括亲子的一些游客呢，他也会选择一些滑雪游进行出游。包括我们山西的有一些滑雪场也是非常受大家欢迎的。 أشارت أكاديمية السياحة الصينية إلى أنه خلال موسم الجليد والثلج لعامي 2023 و2024 من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة الترفيهية المتعلقة بالجليد والثلوج 0.4 مليار سائح و550 مليار يوان من الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، هناك ميزة سفر أخرى لعيد الربيع هذا العام، وهي أن نسبة السفر المتعلق بلم شمل الأسرة قد زادت بشكل كبير. سياحة الثقافة الشعبية وسياحة المنتزهات هي أكثر طرق السفر شيوعاً للعائلة الصينية. كما شهد السفر إلى الخارج ازدهار أيضاً، خاصة السفر إلى جنوب شرق آسيا والتي أصبحت وجهة شهيرة للسياحة. 就是周围国家，就泰国呀、越南呀，或者是新加坡那边海岛的国家，想去海边玩一玩。 المناخ الدافئ واللطيف وسياسة الدخول بدون تأشيرة للسياح الصينيين في البلدان الشهيرة في جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وماليزيا، كلها تحفز حماس السياح للسفر إلى هذه المنطقة. في الوقت نفسه، زادت شعبية السفر إلى الخارج مثل الدول المتوسطة والطويلة المسافة مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر وأستراليا بشكل كبير، كما جذبت منتجات خطوط السياحة الخاصة لمشاهدة أورورا في أوروبا الشمالية أو إلى الدول الأوروبية انتباهات السياح. نعم، السؤال الأول نتوجه إلى أستاذة لي. أستاذة لي، نعلم وفقا للبيانات من وزارة الثقافة والسياحة الصينية، سجلت الصين إجمالي 135 مليون رحلة داخليا خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت 3 أيام، كما تجاوز إجمالي الإيرادات في السوق السياحة الصينية تقريبا 80 مليار يوان في هذه الفترة، وأيضا مع أطول عطلة لعيد الربيع الصيني، إنه من المتوقع أن تحقق هذه العطلة دخلا أعلى. في وجهة نظركم، ما هو دور السياحة في تعزيز الاستهلاك؟ نعم،
فتتميز صناعة السياحة بتنوع المنتجات وسلاسل صناعية طويلة ومجموعة واسعة من القطاعات ذات سلة. ففي العام الماضي لعبت صناعة السياحة دوراً مهماً في تعزيز الخدمات السياحية المختلفة، حيث حسنت بشكل شامل توفير الإقامة والإعاشة والنقل والسفر والتسوق والترفيه من خلال تحسين المستمر لجودة الخدمات السياحية. وتعمل السياحة على تنشيط طلب المستهلكين في مختلف المجالات باعتبارها حمزة وصل هامة، وذلك لأن تطوير السياحة لا يمكن أن يدفع فقط بشكل مباشر تطوير صناعة الإعاشة والإقامة والنقل والصناعات الأخرى ذات السلة فحسب، بل يؤثر بشكل غير مباشر على الطلب الاستهلاكي في المجالات الأخرى. مثلاً في 2 يناير عام 2024 نشرت وكالة رويترز تقريراً بعنوان الطلب على السفر في عطلة رأس السنة الجديدة في الصين قوي، مع تركيز على السوق الاستهلاكية الساخنة في الصين خلال هذه العطلة، حيث بلغت الرحلات الساحلية الداخلية في الصين 135 مليون رحلة كما ذكرتم، وبزيادة سنوية قدرها 155%، فإنه لم عدد كبير جدا. ويمكننا أن نرى أن الطقس الباردة لم يمنع الناس من التدفق إلى المهرجانات المختلفة. كنافذة لمراقبة الاقتصاد الصيني، حققت السوق الاستهلاكية الساخنة في يوم رأس السنة الجديدة بداية جيدة للعام بأكمله، مما يدل على حيوية الاقتصاد الصيني. نعم سيد مرتضى، تحدثنا حاليا عن سياحة في تعزيز الاستهلاك، وأيضا مع التدفقات الحائلة من سياحة إلى أماكن سياحية ساخنة، شهدت الإيرادات السياحية لهذه المدن زيادة ملحوظة من قطاعات السكن والنقل والطعام، ففي اعتقادكم ما هي أهمية تنشيط السوق السياحية المحلية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الصيني؟ نعم بالتأكيد، كما ذكرت الآنسة لي، السياحة تعتبر جزء كبير من الاقتصاد، ولا سيما السياحة المحلية. بالنسبة لتعداد السكان، الصين تعداد سكان كبير، إذا ما استغلت هذه الأنشطة بالترويج للسياحة داخل الصين. كذلك نعلم أن الصينيين مشغولين في العمل لمدة عام كامل، وليس لديهم الفرصة إلا هذا الشهر في عيد الربيع، تعتبر فرصة مهمة. وتمتلك الصين هذه المقومات من الطرق والجسور، وكذلك النقل السريع المتمثل بقطار فائق السرعة. كل هذه العوامل تساهم بشكل كبير بتوفير فرص عمل في نفس الوقت، وكذلك تقوية الاقتصاد المحلي، فيما إذا لم تستغل هذه الفرصة سوف تنشط الكثير من شركات السفر وتشجيع للسفر خارج الصين، وبذلك يضر الاقتصاد المحلي. نعم شكرا سيد مرتضى. نعم سيد رفعت، كما ذكر مرتضى عن يعني السياحة ليس فقط في داخل الصيني، وأيضا عند سياحة الصينيين عندهم حماس كبيرة في السفر إلى خارج الصين، وأيضا مع تكثيف التبادلات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الصين والدول العربية، أيضا شهدت عدد المسافرين الصينيين إلى الدول العربية أكثر فأكثر، وخاصة مع إدراج السعودية ضمن القائمة المقاصد الخارجية للمجموعات السياحية الصينية، تم توثيق تبادلات ثقافية والشعبية بين الجانبين، مما يدفع التواصل الاقتصادي والتجاري الثنائي. فما هي الأهمية الإيجابية لهذا الإجراء؟ كيف يعني تعتقد أن الجاذبية السعودية للسياح الصينيين لزيارتها خلال عطلة عيد الربيع؟ نعلم عندكم حاليا في السعودية عندما تقوم بتسجيل معنا.
نحن نعلم أن السياحة يعني هي من أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة التي تساعد في الكثير من الأنشطة الغير مباشرة تعززها أيضا، فهي تعتبر يعني نشاط مهم. وكذلك كثير من المجموعات السياحية تخرج بهدف السياحة والتعرف على الثقافة والتعرف على المعالم يعني الغير موجودة مثل في الصحراء وما إلى ذلك. وكذلك أيضا هذه بعضها مجموعات تقوم في دراسة السوق ودراسة الفرص الاستثمارية، فلذلك المجموعات السياحية الاقتصادية هذه كانت كثير منها أيضا ناجحة. وكذلك بالنسبة للمملكة فإن يعني جذب السياح الصيني له العديد من المزايا. السعودية غنية بالموارد الطبيعية والتراث الثقافي مثل المناظر الصحراوية الخلابة وكذلك أطلال المدن القديمة وما إلى ذلك، والموارد السياحية هذه جذابة لأنها جديدة وكانت يعني السعودية مغلقة لوقت طويل على السائح، فلذلك ستصبح يعني وجهة جديدة لم تزار من قبل، وهذا يساعد على يعني جاذب، سيكون جاذب كبير جدا للسائح الصيني. ونقطة أخيرة أن اهتمام السعودية بحد ذاتها في تنشيط السياحة ويعني إدراك هيئة أو يعني إخراج هيئة متخصصة تسمى هيئة الترفيه، عملت على عمل برامج سياحية كثيرة جدا. في نهاية العام الماضي أيضا جاء وفد ترويج سياحي كبير جدا في شنغهاي وأقام أسبوع السياحة السعودية في شنغهاي. كل هذا سيعزز، وأعتقد أن ما زالت السعودية بكر بالنسبة للسائح الصيني، فلديها الكثير. وأكرر أن السياحة الثقافية والاقتصادية بنفس الوقت سيكون لها رواج كبير في المرحلة القادمة. نعم، شكرا سيد عرفات. سيد مرتضى، نعلم بالإضافة إلى السعودية أيضا أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الوجهات السياحية الشعبية لدى السياح الصينيين في عام 2023، وأيضا كما تعد الصين وجهة سياحية مفضلة للعديد من العرب مع تسخين المستمر للأنشطة السياحية المتبادلة، تم تحقيق فوز مشترك للجانبين. فمن وجهة نظركم، ما هو دور الحمى السياحة الثنائي في تعزيز العلاقة بين الصين والدول العربية؟ نعم، كما نعلم دبي أصبحت أو الإمارات أصبحت وجهة العالم كسياحة بالدرجة الأولى وكعمل أيضا. الجالية الصينية تنشط في دولة الإمارات بكثرة، ليس فقط للسياحة فحسب، وإنما هنالك الكثير من أسواق الجملة هنالك تدار من قبل الشركات الصينية ورجال الأعمال الصينيين. هذه وكذلك العلاقة بين دولة الإمارات ودولة الصين في الآونة الأخيرة علاقة قوية متينة. كل هذه الأمور تسهل ليس فقط السياحة وإنما الجانب الاقتصادي أيضا من خلال التبادل الثقافات وكذلك تبادل فهم الدول احتياجات الدول. وكذلك هذه الحمى الثنائية تعود أو تدر لكلا البلدين وليس بالخصوص دولة الإمارات وإنما الدول العربية بشكل عام بالكثير والكثير من الجانب الاقتصادي. شكرا سيد مرتضى. نعم سيد عرفات، نعلم يعني الدول العربية متوافر بموارد السياحية يعني بما فيها السعودية والإمارات، يعني ممكن تقدم لنا بعض معلومات حول أوضاع أو أسواق سياحية في الدول العربية؟ الحقيقة أسواق السياحية في الدول العربية متنوعة وكبيرة جدا. نعم. يعني الآن يعني بالنسبة للسائح الصيني نعلم أن أكثر الوجهات لحد الآن هي مصر، ونعرف يعني تاريخ كبير بالتبادل السياحي. نعم. بين مصر والصين،
وكذلك الإمارات وعلى رأسها دبي، هذا بالدرجة الأولى. نعتقد أن بقية الدول لديها الكثير من المعالم السياحية، مثل المغرب على سبيل المثال، بلد سياحي بامتياز بالدرجة الأولى، وكذلك تونس، هذين بلدين أيضا طبعا عززت يعني قوانين إعفاء السائح الصيني أو المواطن الصيني بشكل عام من التأشيرة في الدول، في كثير من الدول العربية عزز يعني التبادل السياحي بشكل كبير. ولا ننسى أيضا يعني الأردن، ويعني كوجهة سياحية متصلة مع بقية الدول العربية، أيضا وجهة سياحية معتبرة للعديد من الدول. نعم أستاذ لي، أيضا نعلم يعني أنتم سافرتم إلى عدة بلدان العربية، وأيضا يعني في السنوات الأخيرة شهدت التبادل ويعني تعاون بين الصين والدول العربية في مجالات السياحة يعني الأكثر يعني مكثف. فحسب وجهة نظركم، كيف تعتقد يعني السوق السياحية بين الصين والدول العربية؟ كيف يعني نعزز هذا التبادل والتعاون في هذا المجال؟ نعم، فكما قال سيد عرفات وسيد مرتضى عن سوق سياحية بين الصين والدول العربية، فهي متنوعة وكبيرة ولها آفاق واسعة في المستقبل. نعم. فكيف يمكن تعزيز تنمية هذه السوق الكبيرة إلى مستقبل يعني أرحب؟ أعتقد أولا يجب على الحكومات من الجانب الصيني ودول العربية أن تدعو سياسات وتدابير وإجراءات مناسبة للدفع بتحفيز لتنمية هذه السوق أولا. وثانيا يجب على المواطنين العاديين مثلنا أن نجرب تجارب جديدة يعني لزيارة الدول التي قد تكون بعيدة وغريبة وغير معروفة لدينا لزيادة معلوماتنا الحقيقية حول هذه الدول. نعم، شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام على هذه التعليقات. نأخذ فاصل قصيرا ثم نواصل حوارنا. أعزائي المشاهدين، الآن لنتابع تقرير تالي ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. تكثر الأسواق الشعبية التقليدية في المدن الصينية في فترة التحضير لعيد الربيع. اليوم سوف نأخذكم في جولة للتعرف على واحد من هذه الأسواق في بكين، وهذا للوقوف على حيوية السوق وتطلع الناس للاستهلاك. تصبح سوق تشانيانغ الشعبية أكثر نشاطاً وحيوية مع اقتراب عيد الربيع. الملصقات الحمراء، الفوانيس الحمراء، ورسوم عيد الربيع، كل هذه السلع تبرز جو عيد الربيع كما تجذب العديد من المستهلكين. تتمتع السوق الشعبية لعيد الربيع بمزاياها الفريدة المتمثلة في الحشود الكبيرة من الناس وأصوات الباعة المرتفعة للترويج لسلعهم والعادات المحلية الشعبية، وكل هذه الأشياء تعكس اليوميات الحقيقية لفترة العيد. فاختلافا عن مراكز التسوق الكبرى في وسط المدينة، يفضل أهل المدينة زيارة الأسواق الشعبية للمس نبض الحياة لعموم الناس وللتمتع بجو عيد الربيع الاحتفالي. تتمتع الأسواق الشعبية بجو حيوي ونشيط يختلف عن جو مراكز التسوق ومحلات السوبر ماركت، والذي لا يستحضر ذكريات الطفولة لمتوسطي وكبار السن فحسب، بل يجذب أيضا المزيد والمزيد من الشباب. تقع سوق تشانغينغ الشعبية في حي تشاويانغ ببكين، وهي أقرب سوق من وسط المدينة. تقام السوق كل 5 أيام،
وتجذب عدداً كبيراً من السكان لشراء البضائع بسبب جودتها العالية وسعرها المنخفض. تحتوي السوق الشعبية على مجموعة واسعة من الخضروات والفواكه واللحوم الطازجة وغيرها من السلع، والتي لا يمكنها فقط تلبية احتياجات الجمهور لشراء سلع عيد الربيع، بل أيضا مساعدة المزارعين والشركات الفردية على زيادة دخلهم. 我来北京十几年了，一直都是开茶庄的，开茶叶店的。北京这个大集挺多，我也是经常都这个集那个集都去。那个集呢也不错，反正一天的收入大概在1000左右。 أستاذ لي، يعني نعلم خلال فترة العيد الربيع أقامت العديد من المدن يعني بما فيها مثل لانجو ونانجين أنشطة متنوعة للدفع تعزيز الاستهلاك، حيث تتخذ الحكومات المحلية أساليب لترويج المبتكر مثل إعطاء الخصم الخاص وأيضا الكوبونات الخاصة لأهل المدينة والقيام بالمبيعات بالجملة. فوفقا لوجهة نظركم، ما أهمية هذه الإجراءات في تنشيط سوق الاستهلاك؟ نعم، كما نعرف عند مؤتمر العمل الاقتصادي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في نهاية العام الماضي، تم تحديد عام 2024 على أنه عام تعزيز الاستهلاك. واستنادا إلى توجيهات هذه السياسة، وفرت سلسلة من أنشطة ترويج الاستهلاك التي تم تنظيمها في جميع أنحاء البلاد للمستهلكين خيارات استهلاك أكثر ثراء، وحسنت تجربة الاستهلاك وأطلقت طلب المستهلكين من خلال مجموعة من أساليب عبر الإنترنت أو غير متصلة بالإنترنت. وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية، خلقت الأنشطة المؤيدة للاستهلاك أيضا فوائد اجتماعية كبيرة. على سبيل المثال، يساعد مهرجان العلامات التجارية العريقة على تحسين وعي المستهلكين بالتقاليد الثقافية الصينية وإظهار القيمة الفريدة للعلامات التجارية الوطنية، ومساعدة الشركات على تحسين دلالاتها الثقافية ورفع جودة منتجاتها، مما يخلق استهلاكاً ثقافياً عصرياً مميزاً. وبالإضافة إلى المجموعة المتنوعة من أنشطة الترويج للاستهلاك، فخلال هذا العيد زادت الحكومات المحلية في إصدار كوبونات الاستهلاك كما ذكرتما. وإن إصدار كوبونات الاستهلاك لا يمكن أن يحفز حيوية الاستهلاك ويطلق إمكانات طلب المحلي ويعزز نمو الاقتصادية فحسب، بل هو أيضا له أهمية معينة لتحسين معيشة الشعب. فخلاصة القول، خلال فترة عيد ربيع وغيرها من الأعياد، تستمر المنتجات الاستهلاكية وسيناريوهات والأشكال الجديدة في النشأة والازدهار. فأعتقد يمكن لهذه التدابير والإجراءات أن تحفز حيوية السوق الاستهلاكية إلى درجة كبيرة.
نعم، تقوم الحكومة الصينية بتدوير نقاط النمو الجديدة لاستهلاك مثل الاقتصاد الرقمي وأيضا استهلاك الأخضر وأيضا استهلاك الصحي واستهلاك السياحة الترفيهية وما إلى ذلك. فسيد مرتضى، كيف تنظرون إلى آفاق هذه المجالات الاستهلاكية الناشئة؟ كل هذه الاستهلاكات مثل الاستهلاك الأخضر والاستهلاك الصحي، الاستهلاك الأخضر المتمثل بالحفاظ على البيئة، والصحي الحفاظ على الصحة العامة، كذلك الاستهلاك الرقمي المتمثل بمنصات الإلكترونية البيع والشراء، ولا ننسى الاستهلاك السياحي. كذلك في الآونة الأخيرة الكثير من الصينيين ذهبوا إلى مدينة هاربين خاصة في فصل الشتاء للاستمتاع بهطول الثلوج والعروض هنالك. كذلك الاستمتاع برياضة الجليد والتزلج، كذلك بناء المجسمات من الثلج. كل هذه الأنشطة تساهم بشكل كبير في تطور الاقتصاد المحلي. نعم سيد عرفات، وأيضا نعلم تمتلك الصين أكبر فئة متوسط الدخل في العالم، وأيضا لديها سوق استهلاكية يعني مع أوسع مساحة للنمو في العالم. فاستنادا إلى ظروف المواطية والبداية جيدة لسوق التي جلبها عيد الربيع، ما هي توقعاتكم حول أداء اقتصاد استهلاكي صيني في عام 2024؟ أعتقد أنه سيتمتع بخصائص عدة، بعدة خصائص يعني الاستهلاك العام القادم. أولها النمو المستمر مع التعافي الاقتصادي وتحسن ثقة المستهلك ويعني تحفيزه للاستهلاك، من المتوقع أن يستمر السوق الاستهلاكي في الحفاظ على زخم نمو عام 2024، سيؤدي إلى توسع طبقة الدخل المتوسط التي ذكرتها قبل قليل، إلى إطلاق المزيد من الطلب الاستهلاكي وتعزيز التوسع المستمر في حجم السوق. الميزة الثانية رفع مستوى الاستهلاك، فمع توسع حجم السوق الاستهلاكي سيصبح أيضا رفع مستوى الاستهلاك من حيث النوعية والطلب على الجودة العالية والتخصيص، خصوصا في قضية يعني الاهتمام بالصحة والأكل الصحي والمنتجات الصحية والرياضية وما إلى ذلك. فالمستوى أيضا ارتفاع المستوى سيكون من أهم خصائص يعني الاستهلاك في العام القادم وفي المستقبل. كذلك صعود مجالات ناشئة جديدة مثل مجالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمنزل الذكي والسياحة الثقافية والبث المباشر وغيره. هاي أنماط استهلاكية جديدة ستظهر في المستقبل القريب وستكون عنوان للمرحلة القادمة. كذلك تسريع الرقمنة والذكاء الاصطناعي ستلعب دور كبير جدا في تعزيز هذا السوق وتعميم وتطبيق تقنيات مثل الـ 5G، أيضا ستسهم وتساعد في تعزيز الاستهلاك. لذلك الرقمنة والبيك داتا وما يسمى بالمعلومات الضخمة أيضا ستساعد وتكون ميزة من ميزات الاستهلاك في المستقبل. من خلال هذه النظرة وخلال هذه الخصائص أعتقد سيكون هناك دفعة قوية للاستهلاك في عام 24 ويتبعه السنوات المقبلة. نعم، شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام على هذه التعليقات، وأيضا شكرا مرة أخرى على مداخلاتكم في برنامج صيني المال والأعمال، ونتمنى لكم عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير. أعزائي المشاهدين، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم اليوم. شكرا جزيلا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء حلقتنا القادمة.